يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن الجافا سكريبت اوبجكتس. طبعا زي ما احنا عارفين ان الجافا سكريبت بتسبورت الاو او بي اللي هو الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. فالاوبجكت طبعا ديت حاجه من الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. فهنشوف ازاي النهارده نقدر نكرييت اوبجكتس. فاول مثال بالنسبه لنا، فانا عملت هنا فايل اسمه جافا سكريبت اوبجكت دوت اتش تي ام ال زي ما بنعمل في كل فيديو. بعد كده الجافا سكريبت بتاعنا عملنا ريفير للجافا سكريبت هنا في الاس ار سي جوه. يعني مثلا اول حاجه عايزين نشوف هنا ان الدوكيمنت دي عباره عن اوبجكت، ودي ميثود رايت جو، دي ميثود جوه اوبجكت نفس الفكره. ويندو از انذر اوبجكت، وبرنت دي ميثود برضو موجوده جوه الاوبجكت اللي اسمه ويندو. فهنعمل هنا حاجه ان احنا ممكن نعرف مثلا اوبجكت جديد اسمه بيرسون، وبعدين نقول اللي هو عباره عن نيو اوبجكت، وبعدين بيبقى فيه properties اللي احنا ممكن نعرف properties جوه ال person ده. مثلا فنقول person وليكن name، نحط هنا مثلا test name، اسم الشخص ده مثلا اسمه test name، وال person age ممكن نحط مثلا 17. اوكي. وبعدين بعد كده ليكن ان احنا عايزين ناكسس البروبرتيز دي اللي موجوده جوه الاوبجكت اللي اسمه بيرسون. فنيجي هنا مثلا نكتب بيرسون نيم از، وبعدين بعد كده ممكن نزود نعمل اد لبيرسون دوت نيم، وبعدين بعد كده ممكن هنا نزود في الاخر زي النيو لاين بتاعنا اللي هو البريك لاين، البريك بتاعتنا، بعدين فور سلاش، بعدين دبل كوت. ممكن نستخدم نفس الفكره دي تاني، نفس الستيتمنت دي عندنا، ونكتب هنا بيرسون ايج، وهنا يبقى نفس الفكره بيرسون ايج. وبعدين بعد كده نعمل سيف. لو جينا نكسكيوت الكود ده عندنا، ندبل كليك على الاوبجكت جافا سكريبت اوبجكت، فنلاقي فعلا ان person name is test name و person age. فاللي قدرنا نعمله عندنا هنا في الفيديو النهاردة ان احنا قدرنا نعرف object اسمه person، وقدرنا نعرف two properties related to للobject ده. وزي ما شايفين واحدة كانت زي string والتانية it's a number. فده اول فيديو عندنا بنتكلم فيه عن الobject في الجافا سكريبت. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.